صباح معكم مستمعينا دائما برنامج فضاء الأسرة وفقرة صلح دقة معكم كل صباح وإلى حدود الساعة 10. بإمكانكم الاتصال بنا على رقمنا 0535 40 11. طبعا كل الناس اللي كيهتموا بالمطبخ مرحبا بكم معنا، والطلب ديالي دائما تاخذوا ورقة وسيروا باش دونوا كل الوصفات. مرحبا بكل السيدات اللي كيهتموا بالمطبخ، مرحبا بكم على رقمنا 0535 40 11 12. ولا مكالمتنا بوتينا من باريس، اهلا وسهلا ولا لبوتينا، صباح الخير. صباح النور اختي دنيا، اخبارك؟ اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك. الحمد لله، اللهم لك الحمد. على خير اللهم لك. ان شاء الله حبيبه اليوم غادي نقدم لكم كاب كيك تيراميسو. كاب كيك تيجي بالمذاق ديال تيراميسو. نحتاجو في المقادير 60 غرام ديال الزبدة. نتي قلتي 60 غرام زبدة ديال الزبدة، هي 60 غرام سكر، 60 غرام ديال السكر، 80 غرام ريكوتا، 80 غرام ريكوتا، بيضة، بيضة 80 غرام دقيق، 80 غرام ديال الدقيق، 20 غرام بودرة اللوز، 90 غرام بودرة اللوز، ياك 20 غرام، 20 انا زدت لهم شوية ديال اللوز. ملقة صغيرة ديال خميرة كيماوية، معلقة صغيرة قلتي خميرة كيماوية ياك، وي 3 المعلقات ديال القهوة، تكون حبيبة باش ما تكونش دايبة، 3 المعلقات مخلطينها مع الماء، شوية الملح، سريعة الذوبان ياك، سريعة الذوبان، شوية الملح، معلقة كبار ديال القهوة سائلة وتكون باردة، هذه نكونوا ذوبناها، هذا نعبروا في 3 المعالق، 3 المعالق كبار القهوة، شحال؟ بالنسبة للقهوة الأولى غادي نحتاجو 3 المعالق يكونوش دايبين، نعم، تكون القهوة دايبة، وبالنسبة للقهوة الثانية غادي نحتاجو 6 المعالق كبار، وي، وثلاثة المعالق كبار ديال القهوة سائلة باردة. 6 المعالق كبار ديال القهوة السائلة تكون باردة. 6 المعالق كبار ديال القهوة السائلة باردة. وبالنسبة للكريمة غنحتاجو 150 غرام ديال الماسكاربون. 7 المعالق كبار. 160 150 150 غرام. 7 المعالق كبار ديال السنيدة. 7 المعالق كبار سنيدة. قطرات ديال روح القهوة. بالنسبة للسيدة اللي ما عندهاش فهي اختيارية. قطرات ديال روح القهوة. وكاكاو بودرة. وكاكاو بودرة. بالنسبة للطريقة غادي أول حاجة نخدمو الفور ديالنا على 180 درجة. وفي إناء غادي نخلطو الزبدة مع السكر حتى نحصلو على كريمة. نضيفو له الريكوطا والبيضة. ومن بعد نضيفو الدقيق، الخميرة، بودرة اللوز، القهوة، رشيشة الملحة. حتى نحصلو على عجينة تكون متجانسة. نصبوها في الخليط ديال اللي من فوق يكون مدهون من قبل. نعمرو غير 3-4 ديال المول. صافي غادي تنفخ. تندخلوهم الفور لمدة ديال 18 دقيقة تقريبا. حتى يطيبو ونخرجوهم من بعد ما يبردو لينا. غادي نخلطو الماسكاربون مع السكر ونأروماتيزيوهم بالنسبة للسيدة اللي استعملت قطرات ديال القهوة. ونزينو الوجه ديال الكاب كيك بواسطة ديال بوشادو يكون مسنن. ونحتفظو بيه في التلاجة في ساعة التقديم تنسوقو ديالهم بالكاكاو تيجيو غزلان. تيجي بلوكو ديال التيراميسو. نعم غادي يجي هائل. تيراميسو أصلا هائل. شكرا ليك لالا بوتينا، وتحية ليك، نهارك مبروك أيضا، وتحية الجالية المغربية دائما المقيمة في باريس. شكرا على المشاركة ديالك.